بدرية، انت ايه اللي جابك؟ أنا كنت في دكادوس بزور أمي، لما عرفت اللي حصل لك خدت أول ترومبيل وجيت على هنا. طب وانت عايزة مني ايه؟ أطمن عليك. اديك اطمنتي، اتكلي على الله. أني دوخت عبال ما وصلت لك، دي برضو آخرتها يا أمين. وانت مش على ذمة راجل؟ يعني عارف ان انت جيالي؟ ما كانش هيقول لي لا، لو بيخاف عليا ما كانش رماني في القهوة واخدم العساكر الإنجليز. طب وانت عايزة مني ايه؟ أني محتاجة لك يا أمين، أني في وحلة وعايزة اللي يطلعني منها، أني غرقانة بتشعلق فيك. انت اللي عايزة تغرقي، السكة دي انت ماشية فيها بكيفك. اللي رماك على المر، أنا كنت محتاجة القرش، أنت عارف أمي ماتت عشان ما كانش معانا حق الدواء. انا شبعت من الكلام ده، انت تمشي في الغلط وتدوري على عذر. مقدر ومكتوب، اللي في ايدي بس اعمله. ترجعي عن اللي انت فيه. اني بلبس زي ما انت قلت لي، بس خلاص ما عدتش اقدر اسيب ابو دوم. انت حرة يا بدرية في روحك، بس بعد كده ما تجيش ناحيتي. اني ماشية يا امين، بس طالبة منك حاجة قبل ما امشي. لأجل كتاب الله اللي جمعنا عليه واحنا صغيرين، تدعي لي بالهداية، ربنا قادر يهديني، ده اللي عبدوا الحجر ربنا هداهم، يعني هكون أكتر منهم؟ أمين، ربنا معاك يا أمين، قادر يفك دكتك. بتفكر فيه ما كنتش تعمل اللي بتعمله. يا بدرية يا حبيبتي، انا عايز اعمل له قرشين حلوين يتركن عليهم لما يكبر، بدل ما يتشحطط ويتمرمط زي وزيك يا بدرية. ربنا يهديك يا بدرية ويصلح حالك. يلا بنت الناس، يلا يلا يلا، ربنا يكرمك. ايوه جاي. ويتر، طلباتك يا مستر. انا عايش بدوري. نعم عايش بدوري كويكلي. عايزين الزفتة والنيلة بدوري. اوه بدوري حبيبي بدوري، ليه مش واخد بالك مني بدوري؟ ليه مش ترد عليا؟ ليه مش تكلمني؟ انا لا بتكلم ولا بتنيل، عايز ايه؟ اهو سيت داون بدوري، سيت داون بليز. زين واحد فرفاشه وواحد ناناشه،
انا لا ليا مزاج للفرفشه ولا النعناش. اه مزاجك مش تمام بدوري النهارده، في حاجه مزعلك؟ شيل ايدك لحظه وروح من امها طهار. اه بدوري، اه حبيبي احب النوع بتاعك قوي بدوري، فيري فيري ماتش اب نورمال بدوري. وقف كده بلاش قله حي، بدوره وزفتوره. اه بدوري بدوري حبيبي، مفيش فرفشه؟ مفيش نعناشة؟ مفيش فرفشة خالص؟ مفيش نعناشة؟ زفت بلد زفت، القهوة دي ما عدتش داخلها تاني، أنت فاهم؟ إيه بس يا بدرية؟ ما تنوعي كده مرة ما تعكلنيش دمك. العسكري جوني بيشدني من درعي عشان أقعد معاه. جوني؟ ده مش عسكري، ده ميجور، ده هو الكوماندا بتاع العساكر دي كلها، ده نمرة ون في العساكر دي في الكامب الانجليزي كله، وفلوسه كتيرة قوي يا بدرية. يا لهوي، بقى انت راجل انت؟ بقى انا متجوزة راجل يا ناس؟ الله 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 الله، مدفوع يا بدرية، ملوش لازمة الغلط ده. تقول لي الكوماندات بتاعهم وفلوسهم كتير؟ فاكرين هتاخد شومة وتنزل تضربه وتقول لي الكوماندات بتاعهم ومين قال لك ان انا هسكت؟ انا هكسر دماغه ودماغه. اقول اسمع يا جوني، مالكش دعوه بدريه خالص. اصله بس ما اعرفش انك مرات يا بدريه. طلقني يا بدون، انا ما عدتش خلاص اقدر اعيش معاك. الله 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 يا بدور، ايه؟ ما تنوه يا امار، ما تكبريش الحكايه كده، انت مبيته النيه انك تنكد علي. لا خلاص، انا من بكره الصبح هلم هدومي واخد ابني وارجع بلدني. لا، العيشه بتاعتنا موجوده، انا هعيش فيها لحد ما تبعت لي ورقتي. انت فاهمني ولا لا؟ ادريه انت كل شويه تفوقيني، حتى مش حلو كده. القهوة نامت خالص عليه العوض، ما بقتش حتى تجيب مصاريفها. يمكن ربنا عمل كده علشان تقفلها ونستريح منها. الواد مندور وشه عكر، شكله بيطفش الزباين. المشرب كاسين ده عايز كلمة حلوة، خلقة حلوة. أبو دومة، أنا مش هخدم على سكرة تاني، إن شاء الله تنطبق السما على الأرض. الله، وأنا أنزل خدمي؟ كفاية عليك مراعية ابنك، وملكيش حاجة تاني عندي بقى بدرية. أمال بتلف وتدور على إيه؟ أحكي لك على اللي بيحصل، بفضفض. يا ساتر، امبارح اتفقت مع واحدة هتنزل القهوة من بكرة. أنت حر، إن شاء الله حتى تتجوزها. ده كلام يا بدرية، هتجوزها؟ ده أنت غالية أوي عندها بدرية، ده أنت حبيبتي. أنا بس بقول لك يعني عشان تبقي عارفة، بدل ما اوصلك الكلام من بره. استنى هنا، مين البنت اللي اتفقت معاها؟ فاكره البنت سنيه الغزيه بتاعت ميت ابو جعور؟ البنت دي مش سابت المركز وراحت مصر؟ ايه اللي نمك عليه؟ ما انا كنت موصى على واحده من مصر، ولاد الحلال جابوها لي. عارفه كانت شغاله فين في مصر؟ في كازينو بديع. ستيتا وصلت لبديع مصابني؟ بقى اسمها رطب، اتصوري اسمها رطب. قلت لها تعالي عيش في بلدك هنا وهتراعي اختك العجزه. طب خلاص، انا ما عدتش عايزه اسمع حاجه لا عنها ولا عن القهوه كلها. يا سلام، البت زي لقطة القشطه، بس عينها فارغه وبنت طماعه. تقول لي ما اشتغلش بمهية، الازازه اللي افتحها اخد نص حقها. يعني علينا، اشتغلنا لا خدنا الابيض ولا اسود، ما نبنا بس غير الذنوب. ويا ريت بتاخد حقها بما يرضي الله، دي لازم انت غلط لو محدش وراها. اني مالي بدا كله؟ اني القهوه دي ما قلتش عايزه اسمع سيرتها. الله، ده مالك ومال ابنك برضو يا بدريه؟ ربنا يبعدني ويبعده عن الحرام. تاني رجعنا الموال الحرام والحلال تاني؟ ابو دوم اتقي الله عشان ربنا يبارك لنا. وانا قلت لا، مش انا كنت موعدك يا بدريه ان انا امشي في طريق الهدايه؟ ما
بس الحكايه ما تتخدش قفش كده يا بدريه، خطوه خطوه يا بنت الناس. هي فين الخطوه اللي انت عملتها دي اصلا؟ ده انت كل مدى بتبعد اكتر. انا ببعد اكتر ليه يا بدريه؟ فاكره لما خلفت الواد ده من كام سنه وانا كنت مصمم ان انا اسمي العفش على اسم ابويا؟ وانت قلت لا نسميه اسلام يا ابو دومه، قلت لك حاضر يا بدريه، طوعتك وسميته اسلام. عايزه ايه تاني؟ هو الاسلام كلمه؟ ده فعل وعمل. العوافه بدريه، البت رطب شغاله شغل، صحصحت القهوه وقفت على رجليها بعد ما كانت هتقع. يا ريتها وقعت وخلصنا منها. ما عادش زي بينا عساكر الانجليز وبس، لا دي جابت اعيان البلد والبلاد اللي جنبنا كمان. هي كلها ذنوب، اللي بيخش قهوتك بتشيل الذنب معاه. هانت خلاص يا بدريه، انا قدامي سفريه ربنا يكرمني فيها وارجع منها على الطبع عدل ناحيه السويس. ايه اللي موديك السويس؟ شغلانه كده مع جماعه هناك. اه بدوره، لو الشغلانه دي تمشي زي ما انا عايز نبقى عدينا. اه نقله مخدرات مش كده؟ يا عيني عليك وعلى مفهوميتك ونصحتك يا بداره. نص طن حشيش ابو صنف ما نزلش قبل كده ابدا. يا عيني شوف يا بداره، والله ما انت جايبها لبره. خايف عليا يا بدريه؟ انا خايفه على الواد اللي هيلاقي ابوه في السجن. تفي من بقك، سجن ده ايه يا ساتر عليكي؟ ده بدل ما تدعي له تقول ربنا يكرمك واستوره معاك يا ابو دوم وترجع بالبضاعه. ابو دوم المباحث مش نايمه على ودانها. ربنا يعميهم عننا يا ستي، دول حاطينها في بالهم. ده انت لك كم سابقه قبل كده؟ هتشغليش بالك انت، انا مرتب كل حاجه، انت عليكي بس انك تدعي لي وتاخدي بالك من القهوه وانا مسافر. اني حالفه القهوه دي ما خطيهاش. وانا قلت لك روحي لهم، انت هتقعدي ببيتك متستته والواد علام والبنت رطب هيجوا لغايه عندك، تحاسبيهم، تشوف هو نزل كام ازازه وهي فتحت قد ايه، وكل واحد ياخد حقه. شوف لك حد تاني للشغلانه دي. ده مالك يا مدريه ومال ابنك؟ المال الحرام بنقصه. يعني نسرق؟ ده يرضي ربنا ده؟ اللي يرضي ربنا انك تمشي عدل. خمره ومخدرات ورجاله ونسوان، ناقص ايه يا راجل ما عملتوش؟ انا معاهد ربنا المره دي يا بدريه، لو الخبطه بتاعت السويس دي عدت على خير وانا بقيت في خير، وان ما تبتش ربنا يعمل فيا اللي هو عايزه.